بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو السادس من قاعدة بيانات مدرسة، الإصدار الثاني. النهاردة هنستكمل معلومة كنا بدأناها في الفيديو السابق أو قبل السابق. تعال نفتح قاعدة البيانات بتاعتنا ونذكر بالمعلومة دي سريعا ونستكمل العمل عليها إن شاء الله. طبعا ده قاعدة بيانات المدرسة اللي عندنا، المبنى المدرسي والمكتبة والزيارات. وكنا يعني صممنا قاعدة بيانات دي من البداية خالص. المعلومة الناقصة المرة اللي فاتت اللي هي في المكتبة في الفهرسة، لما ندخل عليها كده فتح لي فورم الفهرسة اهوت. هنا انا عاوز تاريخ تهالك الكتاب او تاريخ انتهاء، يعني تاريخ ان احنا عاوزين الكتاب ده، تاريخ الكتاب له تاريخ شراء وليه عدد سنوات معينة. طب تعالى نشتغل عملي كده. المفروض ان في تاريخ شراء وفي عدد سنوات معينة هضيفها لتاريخ الشراء، يعني اشتريته النهاردة مدة صلاحية الكتاب ده 5 سنوات مثلا، المفروض زي النهاردة بعد 5 سنوات الكتاب ده يترحل من المكتبة، يتشون، يطلع في الهالك، في يطلع في الجرد السنوي، ان هو ده يعني تم تهالك الكتاب او كده، يعني باظ خلاص، ما يعادش ينفع، او بعد 10 سنين او بعد 20 سنة ويطلع من المكتبة ويحل مكانه كتاب اخر جديد. لان طبعا مكتبات المدرسة المفروض ان هي يعني معرضة للتلف، لان الطلاب يعني المفروض انهم بيقرأوا في الكتب دي او بيتصفحوا فيها وبيحصل لها بعض بتتبهدل يعني معه. طيب تعال نشوف هنعمل الفكرة دي ازاي. احنا هنطلع من الفورم ده، هنعمل له اغلاق، هروح على الفهرسة، الجدول التيبل بتاع الفهرسة، وهدخل على وضع التصميم وهضيف احنا قلنا تاريخ تهالك الكتاب ده، انا هحذف ده لان احنا يعني ما استخدمناهوش، لسه هنضيف النهاردة ان شاء الله. بس هو طبعا عشان الحقل ده موجود في الفورم هناك فهيعمل لي مشكلة في الفورم، خد بالك. هنا احنا اخدنا تاريخ شراء الكتاب اللي هو تاريخ وقت ده، وعايزين نضيف له عدد سنوات اللي هو مدة صلاحية الكتاب مثلا، او العمر الافتراضي. العمر احنا هنفترض ان كل كتاب له عمر افتراضي مخالف للتاني، يعني في كتاب عمره الافتراضي 5 سنوات، في كتاب مجلد مثلا عمره افتراضي 20 سنة كده يعني. فهعمل حاجة اسمها العمر الافتراضي للكتاب، ده هيكون رقم العمر الافتراضي، رقم بالسنة، رقم بالعام، ماشي. يعني كام سنة؟ 3 سنوات، 5 سنوات، ماشي. عايز احول ال5 سنوات دولت لأيام، عاوز احول ال5 سنوات دولت لأيام ازاي؟ هروح على هعمل حفظ الاول عشان ده يظهر معايا في البيلدر، وبعد كده هكتب عدد الأيام بتاعة الرقم ده اللي نضاف هنا. عدد الأيام ده مش هيكون نص، ده هيكون محسوب calculated، ولما هيتحسب هقول له انا عايز العمر الافتراضي للكتاب اللي هو كام، الرقم اللي هنا في كذا، العمر الافتراضي للكتاب هيكون هنا اهوت، اضيفه كده واقول في 365 وربع، 365 يوم وربع، موافق. هو كده المفروض ان هيتم حسابه، اول ما تكتب هنا هيتحسب الايام. بعد كده عاوزين هنا حقل اسمه تاريخ انتهاء او الخروج من الخدمة، خروج الكتاب من الخدمة اللي هو تهالك الكتاب مثلا، ده نخليه تاريخ مباشرة، تمام، مش رقم، لا نخليه تاريخ. تعالى نشوف الشغل بتاعنا ده هنشتغل عليه ازاي من خلال النموذج حفظ ونعمل اغلاق. تعالى نروح للنموذج بقى ونضيف الشغل ده اللي هو كان فهرسة، ندخل عليه كده. طبعا هيقول لي هنا في تاريخ تهالك الكتاب راح لان مش موجود، هدخل على وضع التصميم، انا كنت متوقع كده طبعا. تاريخ تهالك الكتاب ده احنا هنحذفه اهوت. تاريخ شراء الكتاب، تعالى نكبر ده سنة كده وناخد دورة التلاتة وناخدهم هنا اهوت.
العودة ده هنا، والسابق والتالي هنا. هنا هنضيف إضافة حقول موجودة من هنا، وهختار العمر الافتراضي للكتاب، ماشي. تعال نضيفه، وعدد الأيام لا مش هنضيفه، تعال نضيفه كمان، وبعد كده نبقى نحذفه، نشوف بس الدنيا فيها ايه. اهوت هاخد دول التلاتة واضيفهم هنا، ماشي. حددهم، اعمل لهم نفس التنسيق ده، تنسيق، اسحب الفرشة ديت واعمل دول التلاتة، ده وده وده، واروح اسيب الفرشة واحدد ده واعمل تنسيق بالفرشة، وده وده وده، خلاص. اسيب الفرشة اودي ده مكانه، ماشي كده. تعالى نبدأ بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا ده تاريخ، انا عاوز اقول ان انا عاوز، طبعا ده المفروض ان هو تاريخ، انا عاوز ده يتم احتسابه من غير من خلال تاريخ شراء الكتاب زائد عدد الايام، هنا يطلع لي تاريخ. طيب هنعمل ده ازاي؟ تعال نشوف الاول اللي احنا وصلنا ليه كده، حفظ كده، تاريخ شراء الكتاب اهوت، العمر الافتراضي الكتاب لو قلنا ده مثلا سنتين، ماشي. قال لي ان السنتين دول يعني 730.5، 4 سنوات يعني 1461 يوم، خلاص. عاوزين هنا يتم احتساب التاريخ والوقت مباشرة، تاريخ خروج الكتاب من الخدمة او تهالك الكتاب. هنعمل ايه؟ هنروح للتصميم، ورقة الخصائص، هقول له ان الحقل ده اللي هو بيانات مصدر عنصر التحكم، هقول ان ده مصدر عنصر التحكم، ده هنروح للبيلدر وهقول له بيساوي، هنحدد ده كله كده نحذفه، واقول يساوي في الفورم اللي انا فيه اللي هو ده فورم زهيت، انا في الفورم اللي اسمه كافة النماذج اهوت، الفورم ده اللي هو الفهرسة، هقول له انا عاوز ده بيساوي، بس تعال نتأكد من الاسماء الاول، ده اسمه ايه وده اسمه ايه. طيب نعمل الغاء اهوت، ده اسمه ايه، ها الاسم بيجي من هنا، من غير ذلك الاسم عدد الايام، عدد الايام. طيب وتاريخ الشراء ده اسمه ايه؟ اسمه تاريخ شراء الكتاب. يبقى هروح هنا وهروح تاني على الحدث البيانات، وهضغط هنا هيطلع لي البيلدر، هحذف ده وهقول له بيساوي، وهفتح قاعدة البيانات ديت، هفتح الفورمز وكافة النماذج اهيت، وهختار فهرسة، هروح اختار احنا قلنا قاعدة تاريخ شراء الكتاب، تاريخ شراء الكتاب، اهو اضغط عليه كده، وبعدين اقول زائد عدد الايام اهوت، انا كتبت على، لا هي زائد، ماشي، تاريخ شراء الكتاب زائد عدد الايام، بس كده. نعمل موافق، وتعالى نشوف كده ايه اللي حصل، حفظ، عرض النموذج، هنا تاريخ شراء الكتاب ده 25/2/2019، يعني المفروض ان هو النهاردة يعني. العمر الافتراضي 4 سنوات، عدد الأيام في الـ4 سنوات 1461، يعني يوم 25/2 سنة
2023 بعد 4 سنين، ده تاريخ تهالك الكتاب أو تاريخ خروجه من الخدمة. لو غيرنا الأربعة دي خليناها 10، بيتم تغيير التاريخ، بس احنا عايزين ده يكون تاريخ مختصر. هو هنا ليه طلع باليوم والساعة كده؟ علشان احنا عندنا كسر، ماشي. طيب انا عايز اتخلص من الكسر ده، احنا هنضرب في 365، وبلاش في الربع ده، بلاش الربع ده. يبقى هروح على الجدول، تعالى نعمل اغلاق لده، اغلاق اهوت. هروح على الفهرسة، الجدول في وضع التصميم، ركز معايا، احنا ماشيين اهوت خطوة بخطوة. عدد الايام المحسوب ده مكتوب هنا في 375 وربع. انا كنت عايز اطلعها دقيقة جدا يعني، ولكن يعني هتعمل لنا مشكلة في المنازل وكده. تعالى نحذفها، او ممكن من هناك تقول له انا عايز التاريخ مش جنرال، انا عايزه تاريخ بس يوم وشهر وسنة، ماشي، او كده زي احنا ما عملنا كده. خلاص تعالى بقى نشوف، تعالى نشوف الدنيا فيها حفظ، وبعدين نعمل اغلاق لده، ونروح للفورم تاني اللي هو فهرسة، ماشي. هنا ظبط معايا اهوت التاريخ 5/22/2029، بس طبعا ده 25 وده 22. ليه؟ بسبب الربع يوم اللي احنا شلناه خلال 20 سنة، لان السنة اصلا مش 365 يوم، هي 365 يوم وربع، ماشي. الربع ده اللي هو 25% ده، هو ده اثر في خلال 10 سنين بثلاث ايام اهوت او 3 اوي. طيب عمر الكتاب ده مثلا 8 سنوات، ماشي، طلع لي اهوت تاريخ الخروج الكتاب من الخدمة. عدد الايام ده انا مش عاوزه، انا عايز مش عاوزه خالص في الفورم بتاعي. فهروح لوضع التصميم، وهنا هروح اضغط عليهم الاتنين كده، واروح على تنسيق بعد ما حددته هو الليبل بتاعه، واعمل له مرئي. ده اضغط دبل كليك هنا يطلع لا، يعني مش مرئي خلاص كده. اروح اخد الاتنين دولت واحطهم فوقه كده اهو، هو اصلا مش هيبقى مرئي، فخلاص احطهم كده. والتالي والسابق ده هنا كده عشان اصغر الفورم بتاعي شوية، وهما الاتنين احددهم واصغرهم شوية، مفيش مشكلة. وعاودة تطلع هنا ونلم الفورم شوية كده، وتعالى نشوف ايه اللي حصل. واحد يقول يعني احنا دلوقتي الحاجات دي متلخبطة فوق بعضها كده، لا مالكش دعوة، اللي تحت ده مخفي مش هيظهر، واللي فوق ده هو اللي شغال، ماشي. هنروح لعرض النموذج اهوت، شوف اهو مفيش اي لخبطة خالص، ماشي. الكتاب اللي هو تفسير ابن كثير، المدة العمر الافتراضي بتاعه خليه 10 سنين، ماشي. وبعدين نعمل التالي، ده تاريخ شرائه 11/2/2001، وتاريخ ده عمره 15 سنة. خد بالك 2001 وعمره 15، العمر الافتراضي للكتاب 15 سنة. يطلع من الخدمة امتى؟ اول ما تتحرك كده هيطلع 2016، 8/2/2016. خليه 25 سنة ده مثلا عشان نطلع قدام شوية، بقى 5/2/2026، ماشي. التالي الكتاب اللي بعد كده ده اشتريناه يوم 3/12/2018، ماشي. والعمر الافتراضي بتاعه 5 سنين، يبقى 2/12/2023. التالي الكتاب ده هو كتاب صغير كده، والورق بتاعه يعني مش قوي، اشتريناه في 8/10/2018، ده سنتين بس، العمر الافتراضي له سنتين، ماشي. اول ما تتحرك بعيد عن الكنترول ده بيظهر معاك على طول، ده تاريخ التهالك بتاعه 7/10/2020، سنة 2020 يعني، فاضل له يعني سنة تقريبا. ودي الفكرة ببساطة اللي بنحسب بيها النقطة ديت، اللي هي العمر الافتراضي للكتاب وتاريخ تهالك الكتاب أو خروجه من الخدمة. المعلومة ديت يعني معلومة كويسة كده، اتعلمنا فيها مهارة طيبة وسريعة. ياريت ياريت حضرتك تفتح قاعدة بيانات داتابيز اكسس التطبيق، وتبدأ تشتغل على الكلام ده. النهاردة استخدمنا المنشئ التعبير، ماشي، وقاعدة البيانات الحالية اللي احنا شغالين عليها بنستخدم طبعا فيها منشئ الماكرو. عذرا للإطالة، بنحاول نوضح المعلومة قدر المستطاع بأبسط أسلوب، يعني بحيث ان حضرتك لو في حد مش شغال كويس في الاكسس اهو، بنبدأ مع بعض وبنتحرك خطوة بخطوة. هنستكمل ان شاء الله في الفيديو القادم المشروع بتاعنا القوي العملاق، وربنا ييسر الخير ان شاء الله، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.